تنضم إلينا من هناك مراسلتنا نجلاء سندي لتطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات. نعم نجلاء، مساء الخير. نعم نعم التحية طيبة مني لكم زملائي. طبعا تسعى حكومة إقليم كردستان ضمن خطواتها الواسعة بجعل مناطق إقليم كردستان قبلة للسائحين من جميع مناطق العراق، حيث تشهد مدينة زاخو توافد أعداد كبيرة من السائحين من وسط وجنوب العراق. وللحديث أكثر تنضم معي أحد السائحات. مرحبا، شلونكم؟ شلون شفتوا مدينة زاخو؟ زور جواني. الحمد لله والشكر، أنا هاي 12 مرة أجي إلى مدينة دهوك، طبعاً من أجمل مدن شمال العراق. إيه شنو بعد؟ شو شفتي استقبال القوات الأمنية لكم؟ لا ما شاء الله، خاصة محافظة دهوك، ما شاء الله كل تسهيلات الأمور كلها من دخلونا كلها، يعني ما شاء الله يعني كلها زينة. إيه مرحبا، شلونك؟ شلون شفت استقبال يعني القوات الامنيه؟ شلون شفت مدينه زاخو؟ والله احلى واجمل مناطق هي مدينه زاخو من محافظه دهوك، من المناطق الجميله يعني نجي بها بوقت السياحه، واستقبالهم اجمل منا ماكو. احنا يعني احنا والكراد ان شاء الله اخوه وبلد واحد، بلد امين ان شاء الله. ماشيين، شكرا جزيلا. طبعا كما تشاهدون يعني توافد اعداد كبيره من السائحين. شلونك؟ شلون شفت مدينه زاخو؟ مدينه زاخو مدينه جميله رائعه ان شاء الله، واحنا كل سنه نجي بها ان شاء الله. شكرا. هاي اول مره تجي زاخو؟ اول مره اجي، وان شاء الله جميله جدا، مكان راقي، مكان حلو، سياحه جميله، وان شاء الله من ارقى الارقى ان شاء الله. استقبال القوات الأمنية استقبال كان رائع، وإن شاء الله ما قصروا ويانا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كما تشاهدون يعني توافد أعداد كبيرة من السائحين من وسط وجنوب العراق إلى مدينة زاخو. طبعا مدينة زاخو من المدن التي تأثرت بالقطاع السياحي، ليست فقط بسبب جائحة كورونا، وإنما بسبب استمرار العمليات العسكرية التركية المتواصلة على قرى حدودية في مدينة زاخو، حيث يعني تم إغلاق 25 منتجعا سياحيا بسبب تلك العمليات العسكرية. اليوم تشهد مدينة زاخو توافد أعداد كبيرة من السائحين لتتعافى من آثار كورونا، طبعا مع التزام بالإجراءات الصحية. دائرة السياحة في مدينة زاخو أعلنت عن إحصائيتها لعام 2020، حيث بلغ أعداد السائحين إلى مدينة زاخو قرابة 181 ألف سائح، 55 ألف سائح فقط من وسط وجنوب العراق، و26 ألف سائح كانت من مناطق يعني السياحة الداخلية مناطق إقليم كردستان. طبعا الجروبات السياحية بالتنسيق مع القوات الأمنية تقوم بتسهيل دخولهم إلى مناطق إقليم كردستان في مناطق آمنة في مدينة زاخو، منها مناطق الشرانشي ومنطقة دشت تخي ومناطق الأثرية في جسر الدلال. طبعا هاي خطوة جيدة من القطاع السياحي ومن حكومة إقليم كردستان لتتعافى القطاع السياحي من آثار كورونا وعودة الحياة تدريجيا إلى إقليم كردستان. نعم نعم شكرا لك نجلاء سندي، وننتقل